السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبسلامة. ورجعنا فيديو جديد من لعبة فورتنايت، تحديات الاسبوع الثامن من تحديات ديتبول. طبعا بهذا الاسبوع راح يكون ايضا تحديين، والتحدي الاول مثل ما هو امامكم راح يظهر، راح ندخل للحاسمة مال ديتبول وراح نشوف عن راح يطلب منك انه تعثر على عوامة ديتبول. طبعا عوامة اكثرنا يعرف العوامل شنو هو راح يستعملوها بالمسابح او بالمسبح، نستعملها حتى ما نغرق. طبعا راح نتوجه الى العملاء يعني، وراح نجي على سكن الاخر شيء انفتح وهو سكن سكاي مثل ما هو ظاهر امامكم. راح تكون العوامة على اليمين مثل ما هو معروض امامكم. طبعا هذا اول شيء راح نسويه، وراح نرجع ايضا للحاسبة مال ديتبول وراح نشوف ايش راح يطلب منا الشيء الثاني. طبعا الشيء الثاني ايضا راح ندخل الكمبيوتر او الحاسبة، راح يطلب منك ارقص في حفل يخت ديتبول. طبعا اليخت راح يكون اكيد هو يخت واحد موجود باللعبة، واللي هو زينوب شغلات مال ديتبول مثل ما هو ظاهر امامكم. بالحفل اكيد راح يكون بهذا الديسكو او هذا المكان، راح تجي وترقص بهذا المكان وراح يكمل عندك التحدي. طبعا انا ما قدرت ارقص، اعتقد جلتش او بينج مو زين او انترنت، فلذلك اول ما تجي هذا المكان راح تدخل باليخت وراح تروح بهذا المكان بالتحديد حتى يرقص عندك ترقص وراح يكمل عندك التحدي وراح ينفتح لك هذا الستايل. اتمنى عجبكم الفيديو، لا تنسون لايك واشتراك بالقناة وفعلوا جرس التنبيهات ودعموني بكود الايتم شوب اللي ظاهر على يسار الشاشة. كان معكم هانتر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.